ليش هنا أنا انت؟ اهلك وين؟ ما عندي، كلهم كتبوهم مجرمين بالعفرين بالتلعفر وبال. انت من وين؟ احنا من موصل. بس على راسي رحنا كتلوهم ورحت انهزمت. منو كتلهم؟ هذول الارهاب كتلوا اهلك؟ زمان كتلوهم. ايه انا ما كنت موجوده، مسافره مكان خفيفه. ايه ورجعت لملقتي اهلك؟ لا ما لقيتهم كلهم. كلهم ميتين؟ شردت ابيع اغراض. وبيتكم كذا حلالكم؟ ما عندنا، لا ما راحوا كلهم. وكم شخص قتلوه؟ والله ما اعرف، ما اتذكر. يعني اولادك؟ زوجي؟ لا ابني لا. سعد وين؟ سعد راح. وين راح؟ هو ومرته موظفين تايت يستقروا بالحداده ويجي يرجعون. كان قاعد بالبادوش. بادوش؟ ايه اخذوه البادوش حكومه صدق. ايه اخذوه وست شردت عاد مكان. انت عندك بس سعد؟ بس سعودي. وبنات عندك ولا؟ لا ما عندي بزر يعني. طيب ابوه وين ابو سعد؟ متوفي كامل. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه من زمان. ما عندي انا ارمله لحالي. بس ليش حالي. ليش ما رحت يا ام سعد؟ ليش ما تزعليش؟ ما رحت، هي 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 مرته تعيش وموظفه بالمياه مال بادوش. منين تعيشين؟ انا كنت لو عندي كم فلس انطيهم اياها مثل هالنسوان ينطون. ما عندي ما يعني انت ما اوكي كان. ليش ما واذا مثلا واذا انه هي عيشتك زوجتك صار ايش قد بالشارع انت؟ صار لي اي 4 سنين. الله. اي والله مره الناس تلومني عندها مره من برا مره هاي بالغرف. وش وقت جيت لبغداد انت؟ من زمان بغداد. وين يعني هون؟ ايش وقت جيت لبغداد انت هنا؟ صار لي 10 سنين 15 20 هنا لبغداد. اي والله امشي حالي لحالي، مسؤوليه حالي. مشيتي حالك؟ ما حدا يقدر يحكي معك. تمام. يقولوا لو ما انت شويه تتعصبين نادي مثلك. ما انطيهم مجال وجه. المن هم؟ هم زلم عجاويني يمسخرون علي، يشوفوني قاعده ابيع. شو تبيعين؟ يصير لي ابيع، ما يصير لي ما ابيع. ما عندي فلوس. منين تجيبين الاغراض؟ من هون من البسطيات اللي يمي قاعده. تشتريهن؟ اغراض وتبيعيهن؟ اطلع لي كم فلس. كم فلس؟ وين تروحين تنامين بالليل؟ مرات بكنباية انا، مرات غرفة انام انطيهم مع 5000. مرة صار سكر معي، شوف ضعفت. جديد هذا السكر. صار بي سكر وخلص وقعتي بعد. من رعبة رعبت. وما خبر عليك ابن السعادة؟ لا يا معوت هو طبيعي. هذولا من بعدوش وموصل ذولا هم يريدون حالهم، ما يريدون حدا. بس انت تقول ماما دلني شاف مرة بتعمي جوزته هاي بعض راحت اختسفرته ما عرف مهما كانت. بس انت ام يا ايه ايه هو يقول يعني سافر وانا جيت على الكاظم 5 سنين وغير مكان قعدت شوي يعني ما قالت ما يعرفني وين عنوان ضيعت. بتعمي دورت على العنوان وما لقته. يعني لازم انه يسال امي سعد. ماتت عاشت؟ لا قل له بتعمي تخبره مريم تخبره انه لا طيبه وما يساله وما يجي. هي محاميه وما يجي. بس هاي عندي بتعب كلهم ميتين كلهم مسافرين ميتين. ولا اجى ولا سال ولا شيء ولا كل شيء. لا اخوه طرمه جندي كان عسكري. ما زعلان عليه انت؟ لا ولا حط ببالي. أولادي هدول أولادي وين ما يكون الله ما حط بالي عليهم.